نتميز ونودع ضيوفنا ونرجع إلى أشغالنا في ظروف تليق بهذا المجلس الموقر وتليق بما يستوجبه حضور ضيوفنا الكرام حتى نتجاوب مع هذه اللحظة التاريخية الهامة التي تعيشها تونس ويعيشها المجلس الوطني التأسيسي. تفضل السيد مقرر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نعطيك الكلمة في نهاية الكلمة. نعم. لقد كانت بلادنا سباقة إلى الدسترة منذ القديم، فقد حدثنا التاريخ عن احتراماً لضيوفنا. احتراماً لضيوفنا لا بد أن تتواصل هذه الجلسة في كنف الاحترام المتبادل. تفضل سيد. لقد كانت بلادنا سباقة إلى الدسترة منذ القديم، فقد حدثنا التاريخ عن دستور قرطاج الذي لئن لم تبقى نسخة من أحكامه فإن تقييم مضامينه والإشادة بها وبتميزها مقارنة بدساتير بعض حواضر اليونان في تلك الحقبة التاريخية شاهد على تفرده وعلى ما أقامه من نظام حكم قوامه الجمع بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير المباشرة. ثم جاء الفتح الإسلامي وعاشت بلادنا جزءاً من أمة مترامية الأطراف كانت ترى في وثيقة المدينة المنورة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم دستوراً لإعلاء المواطنة وقيم التعاون على البر ونصرة المظلوم وإقرار المسؤولية الشخصية على الفعل. وفي العصر الحديث كانت بلادنا أيضاً سباقة عربياً بإصدار عهد الأمان في 1857، ثم كان لها دستور 1861 الذي أقر بعض الضوابط لسلطة الباي وأرسل المجلس الأكبر، غير أن هذا الدستور لم يعمر طويلاً إذ تم تعليق العمل به في 1864 بعد معركة التحرير ضد الاستعمار. وقبيل الاستقلال تم انتخاب مجلس قومي تأسيسي التهم في أول اجتماع غداة الاستقلال، وقد أوكلت له مهمة سن دستور للمملكة، ولكنه أطاح بالملكية وأعلن الجمهورية واستكمل سن الدستور بعد قرابة 3 سنوات من تشكيله. وقد كانت تركيبة ذلك المجلس كلها من نواب الجبهة القومية مما سهل تغيير التوجهات أكثر من مرة. وكان لتونس الدستور الأول من جوان 1959 الذي تضمن في صيغته الأصلية آنذاك 64 فصلاً نصت على عديد الحقوق والحريات. طيب نرفع الجلسة لتوديع ضيوفنا، نرفع الجلسة لتوديع ضيوفنا ونعود إلى المعمعة.